صباح الخير اخواني، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. بحط لكم حساب رائع جدا من الحسابات اللي تابعتها الفترة الماضية، حساب تعليمي، حساب سعودي. فكرتك اليوم يستضيف مصور او كل فترة معينة يتكلم عن التصوير، يتكلم عن محور معين. جميل جدا. شكلي بخلي الفكرة في بالي وبنقلدها اذا يسمحون لنا اصحاب الحساب، نسويها هنا في عمان. ان شاء الله العمانيين يستفيدوا منها. هذا الحساب ان شاء الله تستفيدوا منه. بجيب لكم بكره ان شاء الله حساب اخر نفس الشيء كذا مفيد. تحياتي. نبدأ الريفيو. إن شاء الله تستفيدوا منه. اللي ما شاف الصور يشوفهم في البوست اللي قبل هذا الفيديو. طبعا أهم الميزات على السريع، 24 ميجا بيكسل، السنسر APS-C اللي هو أصغر بشوية من الفول فريم، عدد الفريمات في الثانية في هذه الكاميرا 11 فريم بير سكند اللي هو ما يقارب النيكون D4S. عدد نقاط الفوكس 179 نقطة فوكس. الكاميرات الجديدة من سوني توصل ل 300 وشوية. طبعا هذه من الأشياء المفيدة جدا، من الأشياء المجنونة في السوني. ما قصروا معنا، أعطونا اللي نريده، نقاط فوكس عجيبة. ومن الميزات الأخرى المفيدة واي فاي، طبعا NFC مباشرة ترسل إلى هاتفك. برامج ممكن تنزل، البرامج الجميلة الموجودة مثل برامج التايم لابس، وبرامج انك تصور عدة صور ويختار لك هو الصور الافضل اللي فيها مثلا شاربنينج وخلافه. طريقة تنزيل برامج جدا ممكن نقول سهلة، ما معقدة كثير. تشبك الهاتف في الكمبيوتر وتنزل مباشرة. والطريقة الثانية ممكن انك تشتري البرنامج مباشرة من داخل الكاميرا، فيها متصفح انترنت. طبعا متصفح الانترنت الموجود في الكاميرا اي كلام، فلا تستخدمه مباشرة. استخدم كمبيوترك تنقل برامج. الكاميرا ما تاتش سكرين، الكاميرا نازلة تقريبا نص 2014. المفروض انهم ينزلوا كاميرا جديدة الحين. المفروض انه على حسب الرومرز انه في بعض المشاكل في الكاميرا الجديدة اللي هي A7000 او A6000S، بس للحين ما في شيء اكيد. من مشاكل ميرلس اللي واجهتها سوني انه وقت تسجيل الفيديو في حرارة في السنسر، وكثير من مستخدمي الكاميرات مثل NEX 7 و A7 و NXFN وغيره عانوا من مشاكل شبيهة. في بعض الحلول ما اعرف اذا هي صحيحة، بس كاميرتي والكاميرات الجديدة A7S والA7R ما فيها. بعض الحلول انها تنقص السكرين برايتنس وتسكر الايمج ستابيليزيشن، تخلي اوف، ممكن شويه الحراره تقل عن الكاميرا. خذيتها لعده اسباب. اول شيء الوزن، ثاني شيء المميزات، ثالث شيء انا احتاج كاميرا اضافيه. ما اعرف عنكم، بس انا اريد كاميرا طول الوقت معي. ياما راحت علي مشاهد جميله جدا وانا طالع من الدوام، طبعا طالع متاخر، ما ألحق أرجع البيت وأشيل الكاميرا الثانية اللي هي الكانون 5D Mark III. طبعاً 5D Mark II مع شنطتها والعدسات وغيرها جداً ثقيلة وتأخذ حيز، فاضطريت إني أشتري كاميرا أخرى. طبعاً ممكن تعرفوا إني أنا أصور تايم لابس كثير، فمفيدة جداً في التايم لابس، خاصة لمشاريع التايم لابس اللي هي السريعة، لأن ممكن إنك تصور في السوني من برنامج تايم لابس تريد كم دقيقة تريده.
وكم عدد الفريمات، وهي تعطيك النتيجة كفيديو أو كصور، تقريبا نفس اللي موجود في النيكون، بس النيكون ما يعطيك صور. بإمكانك تشوف النتيجة مباشرة داخل الكاميرا، بس أفضل أن أشوف النتيجة في الكمبيوتر. يعطيك ملف AVI، معروف هذا الملف. العادة ل 240 فريم في التايم لابس أو إلى 300، حجم الملف يكون تقريبا 250 MB، والAVI عادة واضح وما يكون مضغوط مثل ملفات MP4 أو بعض الفايلات والملفات الأخرى. طبعا اشتريت الكاميرا بعد قناعة أن ما في كاميرا شبيهة بنفس المميزات. أقصد مميزات، مميزات الإجمالية من السرعة والسعر والكواليتي. أهم شيء أنا عندي البيكشر كواليتي طبعا، إذا تقارن مع الكاميرات الأخرى اللي أستخدمها دائما أقارن مع 5D Mark III، فهذه في بعض الصور ممكن أقارنها بال 5D Mark III، وبعض الصور موجودة في حسابي على الانستغرام اللي هو @shabek SHABEK، ممكن تشاهدوها هناك إن شاء الله. ونفس الشيء في كم تايم لابس موجود، تشوفوا النتيجة وتشوفوا كيف التفاصيل اللي موجودة واللي ممكن تخرجها الكاميرا. هذه حجم الكاميرا في يدي. طبعا مثل ما تشوفوا الجريب جدا مناسب، طبعا الكاميرا صغيرة بس الجريب جميل على حجمها. عدسات سوني مشهورة بوضوحها، عدسات زيس. والشيء الثاني ان العدسات متوفرة، ما بكثرة بس متوفرة. وشركات مثل سيجما وبعض الشركات الأخرى اللي معروفة تصنع لعدسات الإي ماونت اللي هي للسوني وبسعر زهيد. طبعا زهيد أقصد بسعر شوي أرخص من سعر العدسات اللي متعودين عليها الكانون ونيكون اللي هي الفول فريم وغيرها. من مميزات الميرلس اللي هو نقاط الفوكس، بتشوف نشوف ممكن نقاط الفوكس توصل ل 500 نقطة في المستقبل أعتقد وأكثر. الكترونيك فيو فايندر اللي هو الـ EVF جميل جدا، اللي جربه بيحس بالفرق بين الفيو فايندر. شاشات الميرلس والكاميرات الصغيرة جدا أوضح من شاشات الـ DSLR لعدة أسباب. طبعا من الأشياء اللي المفروض تعرفها الميرلس، ميرلس يعني ما في ميرور داخل في الكاميرا، فهذا الشيء له مميزات كثيرة وله فوائد، اللي هو ميرور سلاب يسمى، لما يتسكر الميرور ما يكون فيه هزة، طبعا هزة أنقص، وعدد الفريمات يكون أسرع لأنه ما في شيء يتسكر ويتغلق، ما في هواء يدخل في الميرور ويسوي مشكلة في الكاميرا. والسعر طبعا هذا من الأشياء الكبيرة في الموضوع، أن حجم أصغر، ما يحتاج تعمل كل هذه التقنيات اللي موجودة في الـ DSLR. من الأشياء اللي طبعا الكونز تسمى، الأشياء اللي فيها مشكلة، الأشياء اللي أشوفها كبيرة جدا البطارية. والناس اللي متعودة على CF مثلي أنا، CF كارد اللي هو الميموري كارد الكبير، طبعا أسرع بكثير من الميموري SD الصغير، لكن عدد الفريمات في الثانية في الميرلس يمكن يغطي هذا الموضوع، بس القراءة والكتابة تكون أسرع طبعا في الميموري كارد، تكون أسرع في السي اف. شركات كثيرة تعمل ميرلس، منها فوجي، منها أوليمبوس، منها سوني، حتى الكانون والنيكون عندهم كاميرات جميلة جدا، بس ما أعرف، أنا أحب الأشكال الشكل الكلاسيك، وزين لو سوني ينزلون شكل كلاسيك كذا جميل يشبه كاميرات الأوليمبوس أو الفوجي، إن شاء الله بناخذ من عندهم. ومن فوائد الكاميرات الصغيرة طبعا الأماكن اللي هي ممنوع التصوير فيها بكاميرات كبيرة، إذا تعرفوا بعض الدول الأوروبية ممنوع فيها تأخذ أشياء، أخف بكثير طبعا في السفر في المطار وفي التفتيش والأمور هذه. ولتصوير الأولاد طبعا أريد الكاميرا دائما تكون معي، وعدد الفريمات هذا اللي هو 11 فريم بير سكند جدا يساعد الحركة، وتصوير أي لقطة هم يسووها.
وفي أكثر من مرة كنت أصور مشاهد لتايم لابس أو في أماكن مثل مساجد وغيرها، الدنيا كلها تشوف عليك من هذا وليش يصور؟ واللي سألك أنت من تلفزيون لمن تصور؟ صورني وغير هالأمور. كاميرات صغيرة ممكن صور. الكاميرات الصغيرة ممكن أخذها معي أي مكان وأصور اللي أريده، ما في حد يجي يسألني إيش تصور ومن تصور وليش تصور. هذا جدا بالمختصر يفكروك هاوي أو مبتدئ وما يجي يسألوك. هذا المنطقة أو هذا الموضوع من كلامي. من الأشياء اللي لاحظتها والجميلة في كاميرات سوني، جربت A7 II وكاميرتي الديناميك رينج، مساء الخير، متوجه لأحد المساجد أصور بانوراما، ما أخذ معي سوني والعدسة 1650، بنتواصل من هنا. عسى المسجد فاضي بس عشان نطلع بشيء مشرف. واللي سألني أفضل وقتين بين صلاة العصر والمغرب وبعد صلاة العشاء كذا بنص ساعة أو أكثر يكون المسجد فاضي.